السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بداية نرحب بكل متابعينا على خلال هذا البث المباشر، وخاصة بالذكر المترشحين الناجحين في شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020. أصالة عن نفسي، أنا الدكتور حسون عبد الغني، نائب عميد كلية الحقوق المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة وكذا، نيابة عن كل الطاقم الإداري والبيداغوجي لكلية الحقوق. نقدم أسمى التهاني والتبريكات لنجاحكم في شهادة البكالوريا، ونتمنى لكم مشوار جامعي موفق، سواء في إطار كلية الحقوق، طبعا إذا اخترتم كلية الحقوق كمسار تكميلي لدراساتكم، أو خلال مختلف أو من خلال مختلف الأقسام، سواء كان داخل جامعة بسكرة أو خارج جامعة بسكرة. طبعا التدخل تاعي اليوم يأتي في سياق الأبواب المفتوحة التي تنظمها جامعة بسكرة على غرار كل جامعات الوطن، واليوم في كما هو محدد في الرزنامة يأتي دور كلية الحقوق لنقدم في هذا البث في هذا الإطار مجموعة من النقاط تهم كل الناجحين في شهادة البكالوريا، ابتداء بتقديم والتعريف بالكلية، الحديث عن شروط الانخراط في كلية الحقوق والعلوم السياسية، وكذلك بشكل أساسي اللي يهم أكيد كل الناجحين في شهادة البكالوريا هو آفاق التشغيل التي تضمنها كلية الحقوق والعلوم السياسية. بداية نبدأ في الحديث عن، طبعا قبل بداية الحديث نشير إلى أنه نستقبل كل تعليقاتكم، كل انشغالاتكم، كل أسئلتكم خلال هذا البث، ونحاول نجاوب عليها بشكل مباشر أو ممكن بعد ما يخلص هذا البث المباشر. على كل حال، بداية بتعريف الكلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية هي إحدى الكليات الستة التي تضمها جامعة بسكرة، طبعا بالإضافة إلى معهد النشاطات والتقنيات الرياضة البدنية. كلية الحقوق كلية نقدر نقول عليها في جامعة بسكرة حديثة نسبيا، يرجع نشأتها في جامعة بسكرة إلى عام 1998 عندما تم إنشاؤها بموجب مرسوم 98-219. في سنة 98 كانت الكلية تعرف باسم كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية. استمر الوضع هذا إلى غاية 2004، أين تم تعديل في الهيكلة كلية جامعة بسكرة، أين استقلت أو انفصلت الكليتين التخصصين الكبيرين الخاص بالحقوق والعلوم الاقتصادية عن بعضهما، وشكل كل منهما كلية خاصة بذاتها، قائمة بذاتها، واستقلت كلية بهذا الشكل، استقلت كلية الحقوق وأصبحت تسمى كلية الحقوق والعلوم السياسية. كلية الحقوق والعلوم السياسية مكان التواجد بتاعها طبعا يوجد في القطب الجامعي ببلدية شتمة. تتوفر إحصائيا على حوالي 4000 مقعد بيداغوجي. طبعا التشكيلة نتاع الكلية تضم قسمين أساسيين بالإضافة إلى قسم تكميلي. القسمين الأساسيين هما قسم الحقوق وقسم العلوم السياسية. القسم التكميلي الآخر هو قسم الكفاءة المهنية للمحاماة. لا قسم تكميلي لأنه لا يمكن الدخول إليه مباشرة، وإنما لابد من المرور على أحد الأقسام اللي هو الأساسيين اللي هو قسم الحقوق. بعد التخرج من قسم الحقوق يمكن الدراسة على مستوى قسم الكفاءة المهنية، ونأجل الحديث عن هذا القسم إلى ما بعد في مرحلة الحديث عن آفاق التشغيل. طبعا الدخول أو الانخراط في كلية الحقوق أو التخصصات التي تضمنها كلية الحقوق، طبعا كما ذكرت أنها تتشكل من قسمين أساسيين، قسم الحقوق وقسم العلوم السياسية. إذا قسم الحقوق يضمن التكوين القانوني، في حين قسم العلوم السياسية يضمن التكوين في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية. ما هي شروط الانضمام أو شروط الانخراط في التكوين في كلية الحقوق والعلوم السياسية؟ لما نرجع إلى المنشور الوزاري رقم 1 اللي صادر عن وزارة التعليم العالي، حددت شروط وكيفيات التسجيل في مختلف الشعب والتخصصات اللي توفر عليها جامعة بسكرة أو كل الجامعات الجزائرية. في بداية، ما هي الشعب المسموح بها للانخراط في قسم الحقوق وقسم العلوم السياسية؟ كمبدأ عام نقدر نقول بأن كل الشعب البكالوريا
يمكن لأصحابها أن يختاروا قسم الحقوق وقسم العلوم السياسية، ولكن بترتيب أولويات معينة. الأولوية الأولى خاصة بشعب الآداب الآداب واللغات وشعب التسيير والاقتصاد، بعد ذلك تجي الأولوية الثانية الخاصة بالعلوم التجريبية والعلوم الدقيقة والرياضي التقني. طبعا ما هي المعدلات المطلوبة؟ طبعا إلى حد الآن وفق المنشور الوزاري رقم واحد صدر عن وزارة التعليم العالي ذكرته قبل قليل، المعدل الخاص بكل بالانخراط في قسم الحقوق في الحقيقة لم يتم تحديد معدل واضح معين، وإنما ترك المجال للترتيب بحسب المقاعد البيداغوجية المتوفرة، في حين أنه على مستوى شعبة العلوم السياسية أو مستوى تخصص العلوم السياسية فإن المعدل الأدنى للقبول وفق دائما وفق المنشور رقم واحد هو معدل على الأقل 11 من 20. طبعا نعود نرجع إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية ونتكلم بعض على بعض الهياكل الموجودة على مستواها. طبعا تتوفر كلية الحقوق والعلوم السياسية على مدرج، طبعا مدرجات وقاعات يعني كافية لتأطير عدد مقبول جدا من الطلبة. بالإضافة إلى هذا توفر على مكتبة مكتبة للمراجعة أو مكتبة لاقتناء الكتب. طبعا تتوفر على بالنسبة لقسم الحقوق المكتبة توفر على ما يزيد عن 6000 عنوان، بمعنى 6000 عنوان لكتاب بعدد نسخ يتجاوز 54000 نسخة، في حين أنه الكتب المخصصة للعلوم السياسية العدد العناوين يتجاوز 2000 عنوان بتعداد يتجاوز كذلك 20000 نسخة. تتوفر كلية الحقوق كذلك على محكمة تجريبية، محكمة تجريبية طبعا مرتبطة أساسا بقسم الحقوق، بمعنى أن التكوين في الحقوق بشكل أساسي يكون نظري، ولكن في إطار تعزيز هذا التكوين على المستوى التطبيقي على مستوى كلية الحقوق عندنا محكمة تجريبية تشبه المحكمة الموجودة في الواقع أو المحاكم الموجودة على مستوى مختلف الدوائر. طبعا في إطار نشاط هذه المحاكم التجريبية يتم في إطار نشاطات النوادي الثقافية والعلمية التي تتوفر عليها الكلية تحت طبعا تحت إشراف أساتذة قسم الحقوق. بالإضافة إلى المحكمة التجريبية كما ذكرت قلت أن تتوفر كذلك كلية الحقوق على مصلحة للنشاطات الثقافية والرياضية ضمن نوادي رياضية ونوادي ثقافية وعلمية. وبالمناسبة هذه ندعو المترشحين الناجحين في شهادة البكالوريا طبعا إذا اختاروا كلية الحقوق أنهم ينضموا إلى هذه النوادي من أجل صقل مواهبهم سواء الرياضية أو العلمية والثقافية. طبعا كذلك توفر كلية الحقوق على قاعة للإنترنت مخصصة للطلبة، بمعنى الطلبة بإمكانهم أن يستفيدوا من خدمات قاعة الإنترنت الموجودة على مستوى المجمع الإداري والبيداغوجي. طبعا الاستعمال طبعا مجاني بإمكانهم استعمالها في أي وقت طبعا وفق النظام الذي يتم تحديده. طبعا الآن ننتقل ربما إلى التخصصات اللي يتوفر عليها قسمي الحقوق وقسم العلوم السياسية. قبل ما نتكلم على التخصصات في حد ذاتها لازمني نرجع إلى التكوين اللي يتم عبر الجامعة ككل، اللي هو التكوين في إطار نظام الآلم دي. نظام الآلم دي كما يعرفه الكثير وممكن الكل ما يعرفوش، نظام الآلم دي معناه تكوين على 3 مستويات، مرحلة الليسانس، مرحلة الماستر، ومرحلة الدكتوراه. مرحلة الليسانس مدتها تكوين فيها مدته 3 سنوات، مرحلة الماستر تكوين فيها مدته 2 سنوات، في حين أن التكوين على مستوى الدكتوراه مدته 3 سنوات. طبعا كل مرحلة من المراحل عندها شروط وضوابط معينة. طبعا الأصل كأصل عام أنه أي واحد عنده شهادة البكالوريا من حقه مباشرة التسجيل في المرحلة الأولى اللي هي على مستوى مرحلة الليسانس. بعد ذلك بعد النجاح في مرحلة الليسانس بمعنى بالتتويج بشهادة الليسانس طبعا بعد مشوار 3 سنوات، كل ناجح في شهادة الليسانس من حقه أن يسجل في
في مرحلة الماستر من أجل التتويج بشهادة الماستر، في حين أن المرحلة الثالثة الخاصة بالدكتوراه هي مرحلة تتم من خلال مسابقة تضم طبعا مسابقة وطنية، بمعنى تضم مختلف الحاصلين على شهادة الماستر سواء من جامعة بيسكر أو من مختلف جامعات الوطن الأخرى. طيب نعود الآن إلى بناء على هذا نعود إلى الحديث عن التخصصات الموجودة في قسم الحقوق وقسم العلوم السياسية. قسم الحقوق يكون التكوين على مستوى الليسانس من خلال التكوين الأساسي أو التكوين القاعدي اللي يكون على مستوى مرحلة السنة الأولى والسنة الثانية، هذا يكون جذع مشترك. بعد ذلك تجي مرحلة التخصص على مستوى السنة الثالثة اللي يتم فيها تقسيم التوجيه الطلبة الناجحين طبعا في السنة الثانية إلى أحد فروع القانون التخصصات الموجودة على مستوى السنة الثالثة اللي هي تخصص القانون العام وتخصص القانون الخاص. إذا بعد ذلك بمعنى أنه اللي يخلص السنة الثالثة بنجاح يتحصل على شهادة الحقوق تخصص إما قانون عام ولا قانون خاص. بعد ذلك تجي مرحلة الثانية اللي هي مرحلة الماستر، ومرحلة الماستر مرتبطة بالتكوين على مستوى شهادة التخصص الموجود في الليسانس. إذا طالب توجه في الليسانس كان في إطار القانون العام فإنه على مستوى الماستر، نتكلم الآن على كلية الحقوق جامعة بسكرة، لأنه التكوين في الماستر يختلف من جامعة إلى جامعة بحسب التخصصات اللي توفر عليها. على مستوى جامعة بسكرة الطلبة اللي تم توجيههم على مستوى الليسانس قانون عام عندهم خيارين، إما في الماستر يكون يروح تخصص قانون إداري أو تخصص قانون دولي عام. أما الطلبة اللي تم توجيههم في الليسانس قانون خاص عندهم خيارين، أي خيارين أيضا يكون تخصص اختيار توجيه لقانون تخصص قانون الأعمال أو تخصص قانون الأسرة. هذا بخصوص التوجيه في الحقوق. بالنسبة للتوجيه في العلوم السياسية، التوجيه في العلوم السياسية كذلك يكون سنتين على مستوى الليسانس، يكون السنة الأولى والسنة الثانية جذع مشترك أو بمعنى تكوين قاعدي. التخصص أو التوجيه في التخصص يكون على مستوى السنة الثالثة اللي فيها تخصصين، تخصص سياسات عامة وتخصص عفوا تخصص تنظيم سياسي وإداري وتخصص علاقات دولية. بعد نجاح في شهادة الليسانس على مستوى العلوم السياسية يكون توجيه في الماستر، اللي اختار توجيه أو تم توجيهه على أساس علاقات دولية يكمل في الماستر في نفس التخصص اللي هو علاقات دولية، في حين أنه اللي كمل التوجيه نتاعو على مستوى اللي دار التوجيه نتاعو على مستوى الليسانس في تنظيم سياسي وإداري على مستوى الماستر يكون التوجيه نتاعو في تخصص ما يسمى بالسياسات العامة. إذن هذه باختصار التخصصات التي موجودة على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية. طيب على درك ربما الأهم بالنسبة للطلبة وش راهم يستنوا والمترشحين وش راهم يستنوا في آفاق التشغيل، بمعنى أنا كي نختار الفرع هذا أو الشعبة هذه وش هي الآفاق تاع التشغيل تاعي ولا وش هو المستقبل اللي يمكن نظنه من دراسة في هذا المجال. مبدئيا نحب نحط قاعدة اللي هي الجامعة تضمن التكوين ولا تضمن التشغيل؟ كأصل عام كقاعدة عامة الجامعة تضمن تكوين للطالب ولكن ما تضمنش التشغيل ليه. وش معنى ما تضمنش التشغيل؟ معناه أنه مسألة التشغيل هي مسألة مجتمع، مسألة دولة ككل وليست مسألة الجامعة فقط، وإنما الجامعة تحاول أنها تحسس القطاعات التي تحتاج إلى بعض الخبرات في مجالات محددة، على الأساس هذا تقوم بعملية التكوين في هذا الإطار. ولكن فكرة التشغيل أنا كالجامعة بمعنى أنه 1000 شخص يتخرج ولا 500 شخص طالب يتخرج في تخصص معين بمعنى أنه مباشرة سوف يجد العمل في القطاع هذا، لا، أنا أقول هذا مرتبط بأكثر من اعتبار أو أكثر من خيار، وأهم الخيارات المربوط بها هو فكرة التحصيل العلمي، لأنه بعد الجامعة تجي مرحلة أخرى هي مرحلة المسابقات من أجل التوظيف. نقطة أخرى بخصوص آفاق التشغيل ليست كلها محصورة في المؤسسات العمومية الإدارية، وإنما كاين مجالات أخرى في إطار ما يعرف بالأعمال الحرة التي يمكن أن يستفيد أن ينشط في إطارها خريجي الجامعة. طيب نرجع إلى آفاق التشغيل التي
تضمنها، لا أقول لا تضمنها، إنما التي يمكن أن تمنح بموجبها للخريجين مفتاح الولوج إلى هذه القطاعات. ونبدأ بشعبة العلوم السياسية. العلوم السياسية تمنح المجال أو الحائز على شهادة الليسانس أو الماستر في العلوم السياسية، تعطيه الفرصة أنه يعمل في مختلف الإدارات والجامعات المحلية. كذلك تمنحه الفرصة لأن يعمل في إطار في مجال الإعلام، سواء في إطار كمعلق أو محلل سياسي. كذلك تمنحه الفرصة لأن يعمل في إطار السلك الدبلوماسي، طبعا من خلال بعد إجراء مسابقة من تنظيم المشاركة في مسابقة من تنظيم وزارة الشؤون الخارجية. كذلك بإمكانه الانخراط في صفوف الأمن والدرك الوطني طبعا بصفة ضابط. طبعا كذلك التوجه إلى البحث والأستاذية بعد إنهاء استكمال المشوار الدراسي على مستوى الدكتوراه. كذلك بالإمكان الانضمام أو المشاركة في مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة، طبعا بعد اجتياز المسابقة المقررة قانونا. كذلك بالإمكان وفق آخر التعديلات اللي طلعت عليها هو العمل كأستاذ مدرسة ابتدائية، طبعا دائما بعد اجتياز المسابقة المقررة قانونا. هذا باختصار المجالات التي يمكن أن يتيحها التكوين في قسم شعبة العلوم السياسية. طيب ننتقل الآن إلى آفاق التشغيل التي يتيحها التكوين في شعبة الحقوق أو في قسم الحقوق. التكوين في قسم الحقوق يفتح المجال طبعا دائما نركز على أنه آفاق التشغيل تبدأ بإجراء أو المشاركة بإجراء مسابقة. طبعا القطاعات اللي يستطيع خريجي الحقوق الولوج إليها هي: بإمكانه في مجال العدالة وأعوانها لتصبح قاضي، بإمكان أنه طبعا لا يمكن أن تصبح قاضي إلا إذا درست في مجال أو شعبة الحقوق. كذلك محامي، كذلك محضر قضائي، كذلك موثق، كذلك أمين أو كاتب ضبط المحكمة، كذلك الانخراط في صفوف الأمن الوطني والدرك الوطني بصفة ضابط. كذلك في مجال الإدارات العمومية، في مجال الإدارات العمومية طبعا يتيح تكون في قسم الحقوق أو في شعبة الحقوق العمل في مختلف الإدارات العمومية، سواء كانت مركزية على مستوى الوزارات أو على مستوى الإدارة المحلية بمعنى الولاية أو البلدية. كذلك يمكن أن يتيح التكوين في شعبة الحقوق العمل في مجال الشركات الاقتصادية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، طبعا على نحو الشركات الاقتصادية العمومية والبنوك وشركات التأمين إلى غير ذلك. هذه طبعا آفاق التشغيل التي يتيحها التكوين سواء في شعبة الحقوق أو في شعبة العلوم السياسية. طبعا بالشكل هذا تقريبا أكون قدمت ملخص حول تعريف الكلية وآفاق التشغيل التي تضمنها هذه الكلية. طبعا بالنسبة للأسئلة التي وردت في الوقت الحالي، هل يمكن للموظفين التسجيل ببكالوريا للدراسة طبعا على مستوى الجامعة؟ طبعا القانون يتكلم على أن كل حائز لشهادة البكالوريا بإمكانه التسجيل في الجامعة واختيار تخصص من التخصصات الموجودة. بالنسبة للموظفين كان حالة خاصة برك، لأنهم موظفين، بمعنى أن الأصل أن العمل أنه يسخر كل الجهد بتاعه والوقت بتاعه إلى العمل اللي راهو يعمل فيه. ولكن لما نرجع إلى قانون الوظيفة العمومي نجد أن القانون الوظيفة العمومي يرخص للموظفين التكوين أو الدراسة في حدود 4 ساعات أسبوعيا. طبعا هذا ترخيص لابد من تأكيد على أن مدير المؤسسة لابد أن يسمح بذلك، بمعنى في حدود تنفيذ التزامات هذا الموظف داخل المؤسسة. بمعنى إذا كانت المؤسسة لا يمكن أن تستغني على هذا الموظف المدة هذه، فإن القرار يبقى للرئيس. ولكن غالبا في الغالب العام الكثير من الموظفين، نتكلم على كلية الحقوق بالأخص، كثير من الموظفين يعملوا في إدارتهم وكذلك يقوموا بالدراسة على مستوى الكلية.
إذن الفكرة مربوطة فقط بمعنى على المستوى الجامعي ما كانش إشكال، ولكن الإشكال موجود على مستوى الترخيص اللي لابد من الحصول عليه من الإدارة أو المؤسسة اللي يعمل فيها هذا الموظف. أين السؤال الآخر، أين يمكنني إيجاد معدلات القبول؟ هي ليست متوفرة على موقع الكلية. طبعا بالنسبة لمعدلات القبول موجودة على بشكل عام، موجودة في إطار المنشور الوزاري رقم واحد. المنشور الوزاري رقم واحد هذا موجود على مستوى موقع الجامعة وكذلك الصفحة الرئيسية، وكذلك موجود على مستوى موقع الوزارة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إذا كنت تتكلم على الحقوق، كلية الحقوق، أنا نعطيك من الآخر الحقوق. بالنسبة للعلوم السياسية المعدل الأدنى للقبول وفق المنشور رقم واحد هو معدل 11 على 20 في البكالوريا، في حين المعدلات المطلوبة للدخول إلى أو التسجيل في قسم الحقوق لا يوجد معدل محدد، وإنما يتم بمعنى كل متحصل على شهادة البكالوريا بإمكانه أن يقوم بالتسجيل مبدئيا أو في إطار التسجيل الأولي في إطار شعبة الحقوق. بعد ذلك بعد عمليات المعالجة الآلية اللي يتم ترتيب المترشحين أو الناجحين في شهادة البكالوريا وفق المقاعد البيداغوجية المتوفرة في قسم الحقوق. طبعا سؤال آخر، هذا طبعا خارج ما يخصش تسجيل البكالوريا الجدد، ولكن يتكلم على تسجيل في الماستر. طبعا في هذا السؤال واضح انه جاي من شخص خلص الليسانس تاعه، هل التسجيل في الماستر هل يكون حضوريا وما هي اجل وتواريخ التسجيل؟ طبعا التسجيل في الماستر لحد الساعه لم يصدر المنشور الذي يوضح كيفيه التسجيل والاجراءات، ولكن اصدر منشور بالفعل، منشور اخر اللي هو يتكلم على اتاحه الفرصه لجميع المتخرجين، بمعنى كل شخص او عفوا كل طالب حصل على شهاده الليسانس من حقه مقعد بيداغوجي على مستوى الماستر، لكن مساله التسجيل واجاله وكيفياته لحد الان مازال ما لم يتم تحديد هذه الاجراءات. هذه الاسئله فقط اللي وصلتنا لحد الساعه، اذا كان اسئله اخرى نحن في الاستماع، اذا ما كانش تقدروا تتركوا انشغالاتكم والاسئله وتعليقاتكم طبعا على الموقع، وباذن الله سوف نجيب عنها في الساعات اللاحقه او الايام القادمه. طيب الى هنا، طيب نعود نهاني الناجحين في شهادة البكالوريا من جديد، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح والسداد في مشوارهم سواء في إطار جامعة بسكرة أو خارج جامعة بسكرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.